7 يونيو 2022. أسأل الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية. حياكم الله مشاهدينا في برنامج شمس البحرين، ساعة صباحية كلها من مواضيع التنوع وأكيد الإفادة. فريق العمل أعد لنا مجموعة من المحطات اللي ممكن تصاحبنا خلال هذه الساعة بنتعرف عليه، لكن قبل ما نشوف حالة الطقس لهذا اليوم. مشاهدينا، على الرغم من وجود عدد من الأنشطة الصيفية المختلفة والمتنوعة، تبقى كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية. فوائدها بالنسبة للأطفال تتنوع بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. خلونا نتعرف أكثر على نشاط كرة القدم من خلال هذا التقرير. طبعا احنا الاجازه الصيفيه يعني فيها عده برامج موجوده في الصيف، فمن ضمنها يعني اتوقع كره القدم هي مو بس تقتصر على كره القدم فقط، بالعكس انه هو ممكن هو ينمي حتى لياقته البدنيه، بحيث انه هو يعني مثل ما نقول يعني صار له فتره موجود في البيت ينتقل حق كره القدم، بحيث انه هو يعني يكتسب بعض المهارات المفيده بالنسبه له. طبيعه الطفل طبعا هو يحب انه هو يعني مثل ما نقول الحركه دائما تجيب بعض المهارات بالنسبه حق الطفل، تنمي هذه المهارات عند الطفل، خصوصا الطفل في عمر مثل ما نقول 6 سنوات، يكون الطفل هني قابل حق ان انت يكتسب مهارات جديده، او مثل ما نقول يعني يدخل عالم جديد في كره القدم. كره القدم هي لعبه جماعيه، ممكن احنا من خلال هذه اللعبه مثل ما نقول تزيد من العلاقات الاجتماعيه الموجوده بين اللاعبين او بين الجروب نفسه، يعني يكون عندهم روح الفريق الواحد، التنافس اللي يكون بين اللاعبين احنا نشوفه في نهايه التمرين، الحماس اللي قاعد نشوفه في عيون اللاعبين، الالتزام بالوقت، الثبات، الصبر، مثل ما نقول روح التعاون داخل الملعب، فكل هذه الامور مثل ما نقول تاسس يعني قيم اخلاقيه للطفل حتى يكون داخل الملعب وخارج الملعب وحتى في البيت بعد. عندنا مثل ما نقول بعض الحالات الخاصه اللي هو مثل التوحد، طبعا احنا في الاكاديميه يعني طبعا دامجينهم مع اللاعبين بحيث انه هو يعني مثل ما نقول يتاقلم ويحس بالامان بينه وبين رابعه. يعني ان شاء الله راح يكون في معسكرات خارجيه بتكون خارج المملكه بالنسبه حق اللاعبين، بحيث ان هذه المعسكرات تعزز مثل ما نقول الاعتماد على النفس يكون بالنسبه حق الطفل، شلون يقدر مثلا يمشي حياته من ناحيه الاكل، من ناحيه الالتزام بالوقت، المواعيد التدريب، وشلون يقدر يمشي روحه حتى لو كان موجود خارج المملكه. تعلموا رياضه جديده وروحوا مكان عشان تلعبون كره. مشاهدينا، أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة مجموعة من البرامج الخاصة بالشباب. للمزيد من التفاصيل المتعرف عليها من خلال الأستاذة نورة ثاني، أخصائية أنشطة شبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة. صباح الخير، مرحبا في جيانا. يا هلا والله، صباح النور. في البداية خلينا نتكلم يعني عن لقاء شباب دول مجلس التعاون بأقرانهم بدول العالم اللي يمكن حاليا موجودين في إسبانيا، فخلينا نتكلم عن هذه يعني اللقاء الجميل. اي نعم، طبعا بخصوص الشباب الموجودين حاليا في اسبانيا يمثلون مملكه البحرين، طبعا هاي البرنامج هو كان بالتعاون مع الامانه العامه لمجلس التعاون. اوكي، فمثل وفد شباب البحرين 9 مشاركين حاليا موجودين هناك، من خلال قدموا اللي هو فقرات كسر الحواجز بين الشباب اللي موجودين معهم هناك، قدموا اللي هو حلقات نقاشيه تخص اهداف التنميه والسلامه والتوعيه، شلون يوعون الشباب اللي موجودين هناك، بالاضافه الى سووا معرض وايد جميل، ما اعرف اذا الشباب شافوه، موجود على انستغرام الوزاره. المعرض كان يتضمن اللي هو العادات والاشياء الثقافيه اللي
اللي مشتركة فيها دول مجلس التعاون. جميل. وعرضوها حق الشباب اللي موجودين في إسبانيا. جميل. يعني نقل الثقافة جدا عنصر مهم بالنسبة للقاءات يعني بين دول العالم. نتكلم ممكن عن 6 يونيو اللي كان أو أعلن أنه هو يوم الشباب الخليجي. أعتقد عندكم استعداد يعني الاحتفال بهذا اليوم. نتكلم عنه. إيه في البداية أحب أهنى الشباب أن خصوا لهم 6 يونيو هو يوم الشباب الخليجي. طبعا إحنا كوزارة شؤون الشباب والرياضة عشان نحتفل وندعم الشباب وطاقاتهم راح يكون في معرض خاص في سويناه بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار في مركز الفنون. المعرض راح يكون المعرض اللي راح يتضمن اللي هو جميع الصور خلينا نقول صور فوتوغرافية حق الشباب مو بس من البحرين من دول مجلس التعاون. يعني أنا من هنا أوجه دعوة حق المشاهدين أن يروحون هالمعرض ويشوفون الصور اللي موجودة هناك خصوصاً شباب الخليج المبدع خلينا نقول. أكيد. ففرصة اليوم إن الواحد يشوف أعمال الخليج مو بس إنه بالضبط. حكر على البحرين. يمكن أغلب يعني الفعاليات كانت محكورة على الشباب البحريني. فجميل اليوم إن نشوف هذا التنوع من خلال هذا. أعطيناهم فرصة هالمرة. حلو. خلينا نتكلم كنا عن الجائزة. جائزة الملك حمد لتمكين الشباب أيضا هذه جائزة أطلقت في شهر يناير من هذا العام. فنتكلم وين وصلت هذه الجائزة من تحضيرات من أيضا استعدادات. طبعا جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي حاليا في نسختها الرابعة تم إطلاقها في سنة 2017 كأول نسخة. طبعا جائزة الملك حمد هي خلينا نقول تتفرد أو جائزة نوعية من نوعها لأن في البداية كانت خلينا نقول أطلقناها علشان التوعية بأهداف التنمية المستدامة. بس جائزة الملك حمد هي دائما خلينا نقول تواكب الأحداث اللي قاعدة تصير في العالم. فمثلا في سنة 2020 لما أطلقناها مع جائحة كورونا خلينا نقول. فكانت إنه يعني خلينا نقول الفكرة الجائزة عن الجائحة. فبعد ما خلصنا من الجائحة الحمد لله رب العالمين الفكرة خلينا نقول تطورت فصارت شلون الشباب يعني من بعد الجائحة شلون يحلون المشاكل مثلاً. جميل. اللي صارت عرفت شلون؟ فيعني هاي الحلو في الجائزة معالجة التحديات اللي واجهتهم بالضبط بالضبط. وبعد من هنا أحب أنا أخبر المشاهدين أن جائزة الملك حمد إن شاء الله هي لحد الحين مفتوحة ونستقبل المشاركات إلى تاريخ 1 يوليو. خلينا نتكلم يمكن عن هذا الجانب. شلون اللي وده يشارك اليوم المتابعين اللي ودهم يشاركون المسابقة وين ممكن يوصلون من خلال المشاركة؟ أوكي. هو طبعا المشاركة التقديم راح يكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالجائزة نفسها. فشاب يقدرون يدشون على خلينا نقول جوجل يكتبون جائزة ملك حمد لتمكين الشباب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة يطلع لهم اللينك يطلقون عليه أول شيء في البداية في اللي هو التسجيل. جميل. يملون المتطلبات التسجيل والشروط وإن شاء الله راح يتم الإعلان عنها بعد ما طبعا راح يتم التواصل مع المقبولين بشكل مباشر من قبل الوزارة. نعم الفريق المختص. يعني البرامج والمبادرات كثيرة. أنا بوقف عند برنامج بادر اللي أيضا هو مختص بمبادرات الشباب الغير ربحية. بالضبط. يعني خلصتوا من النسخة الأولى. نعم. ماشيين في النسخة الثانية. خلينا نتكلم أول شيء عن شلون شفتي النسخة الأولى وشلون راح نشوف النسخة الجاية. طبعا برنامج بادر من البرامج اللي جدا خلينا نقول يمكن هاي أول مرة نطرح برنامج يدعم المبادرات الغير ربحية في البحرين. ففي أول نسخة الحمد لله يعني كان الإقبال جدا كبير على التقديم في برنامج بادر نفسه. في البداية يعني كنا جدا سعيدين ان حصلنا هالعدد الكبير من المشاركات. تم دعم 12 مبادرة من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة حق الشباب. هاي المبادرات تنوعت. عندنا مبادرات في مجال الصحة ابليكيشن تطبيق ينزلون الشباب يعلمهم كل مثلا الطرق الصحية. عندنا اللي هو في شاب كان مسوي عشان يعلم متلازمة الدم كرة القدم. حلو. يعني تمارين خاصة قاعد يسوي لهم. عندنا حملة اللي هو الحفاظ أو عدم إهدار الطعام. فيعني في جدا برامج مبادرات متنوعة في بادر. والجميل إن هي مو ربحية فهذه غير ربحية. أكيد. هي كلها تهدف حق المجتمع في النهاية. صح. وجميل لما يكون فيها أيضا يعني دعم بهذا الشكل وهذه الطريقة. ممكن من البرامج أيضا جميلة هو يعني A Day of the Leader. خلينا نتكلم عنه. شنو فكرته وشنو الهدف من خلال هذا البرنامج؟ إيه طبعا Day of the Leader هو برنامج
يجمع الشباب البحرينيين مع القادات المؤثرة في المجتمع. يعني شلون؟ احنا عندنا في الوزارة ننظم زيارات نختار شاب مجموعة شباب خلينا نقول بباكينجرامز مختلفين يعني اللي في الصحة واللي في الرياضة واللي في القراءة، نجمعهم مع القادات المؤثرين الموجودين عندنا في البحرين، سواء كانوا في الوزارات في البنوك أو حتى في مجالهم الخاص. نجمعهم في لقاء عفوي، يعني يكون مثلا مجموعة من الشباب مع القادة المؤثرين، مثلا من الأمثلة يعني اللي سويناها راحوا مثلا كارتينج، راحوا مثلا السفن الشراعية. حلو. عندنا حتى سوينا اللي هو أمة اقرأ عادة تقرأ، جمعنا شباب وعطيناهم كتاب وخليناهم يتناقشون فيه، وإن شاء الله عندنا الأسبوع الجاي اللي هو لقاء مع اللي هو وزير شؤون الشباب والرياضة مع السفير الياباني ومجموعة من الشباب. يعني البرنامج متواصل على مدار السنة، ما راح يوقف إن شاء الله. إن شاء الله تستمر الفعاليات في الفترة القادمة. أيضا في الشهر الماضي يمكن تم إعلان عن الفائز بجائزة بودكاست انترشيب. خلينا نتكلم أول شيء عن فكرة هذا البرنامج، أيضا نوضح للمشاهدين صح. وشلون كانت آلية المشاركة قبل الإعلان وشون خسرته الفائز؟ أوكي، إذا نبتدي أول شيء بالفكرة. فكرة هاي البرنامج جاءت من الملحقية الثقافية الفرنسية بمملكة البحرين، كان في تعاون بين الوزارة وبينهم. البرنامج يختص بالبودكاست والتدوين، بما أن شفنا الشباب قاعدين يتجهون في الانستغرام على البودكاست، فقلنا ليش ما نقدم لهم، دام الشباب محتاجين هالنوع من البرامج ليش ما نقدم لهم هالبرنامج. فقدمنا هالبرنامج اللي هو مختص بالتدوين والصوت. طريقة المشاركة كانت عن طريق اللي هو الملحقية الثقافية الفرنسية، عندهم اللي هو بعد تسجيل إلكتروني مرة ثانية، ومروا كل شيء إلكتروني ومروا الشباب اللي هو بشروط ومعايير لازم يجتازونها، مثلا العمر، شروط المشاركة لازم يتقن اللغة الإنجليزية، عندك لازم يقرأ ويكتب يعني فلوينت مثل ما يقولون اللغة الإنجليزية. ليش كل ذي او ليش ركزنا انه لازم يعني يكون متقن اللغه الانجليزيه؟ لان راح الشاب مثلا، او خل نعلن عن اسمه اللي هو احمد عاشور، هو اللي فاز بهاي يعني الفرصه. راح يقضي 6 أسابيع في فرنسا يتعلم ويطور من مهاراته في فن اللي هو البودكاست والصوت. طبعا البرنامج بالتعاون مع السفاره الفرنسيه. نعم. فايضا التعاون مع السفارات اعتقد يعني داشين فيه، يعني مثل ما ذكرتي عندكم مع السفير الياباني. عندنا عده تعاونات مع السفارات، ما يقصرون يعني عندهم برامج، واحنا حابين بعد يعني نقدم حق الشباب برامج متنوعه، برامج هم يحتاجونها. جميل. ايضا في تعاون مع الولايات المتحده الامريكيه من قبل برنامج جيم اكسشينج، فايضا بنتكلم عن هذه التجربه وهذا البرنامج. اوكي، جيم اكسشينج هو برنامج، يمكن احنا وايد سمعنا عن برامج تبادل شبابيه، احنا نروح لهم وهم يجونا. هالمره صار هو برنامج تبادل شبابي الكتروني. حلو. شلون تعاملنا مع اللي هو السفاره الامريكيه؟ ان شفنا الشباب مره ثانيه ان هم يتجهون حق الالعاب الالكترونيه. صح. طبعا شايفين الاقبال ما شاء الله. فكنا احنا ليش ما نستقل هاي الـ يعني الموهبه اللي عندهم، ليش ما نخليهم هم يطورون من نفسهم ويسوون اللعبه اللي هم حابينها. فتعاملنا مع السفاره الامريكيه، يبنى هالبرنامج. هالبرنامج شنو فكرته؟ هو يعلم الشباب شلون يسوون العابهم الالكترونيه الخاصه اللي هي الاستوديوهات الالكترونيه. حلو. في حصص تدريبيه شباب قاعدين يعني يدشون فيها تقريبا كل يعني في الاسبوع كذا مره يروحون، يعلمونهم شباب ايضا بحرينيين. يعني الشاب بحريني اللي يعني قاعد يدرس بالضبط. حلو. في النهايه الشباب اللي قاعدين يحضرون هاي البرنامج او اللي سجلوا فيه، في النهايه راح يقدرون ان هم يبنون او يعملون اللي هو اللعبه الالكترونيه الخاصه فيها. حلو جميل. يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي، التعاون مع السفارات هو يمكن اساس البرامج هذه اللي ذكرناها قبل عشان شوي. يكون في تنوع. اكيد اكيد. في النهايه اكيد نوره ثانيه اخصائي انشطه شبابيه وزاره شؤون الشباب والرياضه، شاكرين على وجود اليوم وشرح هذه البرامج للمشاهدين. شكرا. ما قصرتوا على الاستضافه، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اذا مشاهدينا راح نواصل معكم باقي فقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. الشباب البحريني دائما يتصدرون المراتب الاولى في الابتكار والافكار الخارجه عن الصندوق. اليوم ضيفتنا تميزت في مشروعها اللي يعتبر فكره جديده، راح نتعرف عليها ونتكلم اكثر عن مشروعها. الموجوده معنا في الاستديو حوراء رحمه، صاحبه مشروع توكينج ستونز. صباح الخير يا هلا، مرحبا فيك. اهلا وسهلا. البدايه يمكن اتكلم وياك حوراء عن يعني بدايه هذا المشروع ويمكن الفكره اللي جات منه. مشروعي عبارة عن لوحات فنية بالحجر الطبيعي. دائما الناس بفكرها أن الحجر هو رمز للقسوة فقط، فحبيت أني أغير هاي الفكر وأخلي الحجر هو يعني يتميز بأفكار من خلال لوحات مميزة. ولما نروح أي بيت نشوف اللوحات المعلقة كلها عبارة عن صور، كتابة، ألوان، بس ما عمرنا شفنا حجر. فحبيت أني أدمج بين هاي الشيئين وأكون لوحات فنية بالحجر. حوراء، ممكن اسم المشروع شوي غريب وممكن يشد أي واحد يسمعه في أول مرة، فخلنا نتكلم عن الاسم ونتعمق أكثر في الاسم. توكينج ستونز، عندما ينطق الحجر. في بداياتي وأنا أفكر في المشروع لاحظت أن الحجر ممكن ينطق أكثر من الكلام نفسه. وخصوصا بالنسبة لي يعني أواجه صعوبة أني أعبر عن اللي في داخلي في أغلب مواقف حياتي، فبس بالحجر قدرت أني أوصل فكرة وأخلي الحجر هو بنفسه يتكلم عني. حلو، اليوم يعني دلالاته يعني جميلة تعبر من خلال هذه يمكن الأعمال الجميلة اللي قاعد نشاهدها. خلينا نتكلم عن الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع الجميل، متى كانت وهل أثرت جائحة كورونا على المشروع سواء بشكل سلبي أو بشكل إيجابي؟ الانطلاقة الفعلية كانت في أزمة كورونا طبعاً في 2020 بالتحديد شهر 10، يعني تقريباً قبل سنة وسبعة أشهر. يعني دشنا على نهاية السنة الثانية من المشروع. إي نعم. وإي نعم، أثرت الكورونا بشكل جداً إيجابي في المشروع. ليش؟ لأن في أزمة كورونا خصوصاً في بداية الجائحة ابتعدت عن الذهاب لبيت الوالد طبعاً خوفاً على صحتهم. أكيد. فلاقيت وقت فراغ، وتزامن هاي الشيء مع تليفوني اخترف في هاي الوقت فصار وقت فراغ فصار وقت فراغ خلاني أفكر في هاي المشروع وأبدأ فيه. السبب الثاني والرئيسي أنه لأن الناس ما صارت تشوف بعضها فترة طويلة في وقت الكورونا، صارت الناس تحب تهدي بعضها هدايا لأصدقائها، عائلتها، تعبر لهم عن حبهم رغم بعد هاي المسافة اللي سببتها الجائحة. فحتى كانت أغلب لوحة تنطلب في ديك الفترة إن القلوب برغم البعد تتصل، نفس ما نشوفها هني في الاستديو. جميل، قاعدين احنا قاعدين نشاهد هذه اللوحات على الهواء. خلينا نتكلم عن التصاميم اللي تحمل قصص وتحمل رسائل مثل ما ذكرتي قبل شوي. شنو الرسالة اللي حابة يعني ممكن توصلينها من خلال هذا المشروع؟ رسائل عديدة أحب أوصلها من خلال مشروعي، مثل الحب، الرحمة، المودة، الأسرة السعيدة، فضل الأم، التقرب إلى الله، والأب اللي يتكئ عليه جميع أفراد الأسرة ويمثل لهم العمود في البيت. فلكل لوحة قصة وفكرة أحب أوصلها. جميل، تعبر من خلال مثل ما شاهد تعبر من خلال استخدام الحجر وأيضا العبارات والدلالات اللي قاعدين نشاهدها من اللوحة. جميل، خلينا نتكلم يمكن أكثر عن التصاميم اللي قاعدين أيضا شاهدناها قبل شوي. هل ممكن اليوم أنا يعني كشخص شفت المشروع لكن عندي فكرة غير اللي موجودة، هل ممكن أنا أقترح الفكرة وتطبق ويتم تصميمها؟ أي نعم، يعني أصمم لوحات على حسب طلب الزبون. مثلا الزباين تطلب لوحات حق مناسبة خاصة أو حدث خاص في حياتهم يحبون أني أمثل لهم، أو مثلا بعض الزباين يسردون لي قصة أو ذكرى صارت في حياتهم وحبون أني أنا أمثلهم لهم بالحجر. حلو، أيضا يعني الشخص عنده يعني فكرة ممكن تطبق من خلال هذه. أي نعم، وبالعكس يعني الزباين أكثر شيء تطلب هاي النوع من الطلبات. لأن الإنسان بذاته يعني يحب يتميز بشيء يكون خاص فيه أو مثلا مذكور لإسمه. صح، أي فهذه المميز. خلينا نتكلم كن عن الصعوبات. يمكن قاعد نشاهد الحجر، يعني أتوقع في صعوبة اليوم جلب هذه النوعية من الحجر لأنه دقيق جدا وجميل أيضا بالنسبة للنظر، فالصعوبات بالنسبة لجلب هذه النوعية اللي تستخدمينها. أكيد طبعا في صعوبات، خصوصا لما الزبون هو بنفسه يطلب لي نوع لون معين للحجر، فهني صعب يعني أني أوفره له دائما. وبعد ألاقي صعوبة لما يعني أحتاج سايز أو حجم حجر يناسب اللوحة ويناسب الفكرة اللي أنا أحب أوصلها. فمثلا نشوف بعض اللوحات أحتاج أمثل شخص مع يد ورجل، ف
فلازم أكون دقيقة في اختياراتي بحيث أن الرجل تكون مثلاً أعرض من اليد، بحيث اللي يشوفها يشوف أن شيء كأنه واقعي مو شيء من الخيال. أو مثلاً بعض اللوحات أحتاج امرأة حامل، فأحتاج يعني أكبر. الحجر صح. تمثل نفس الفكرة اللي أنا أحب أوصلها. جميل، خلينا نتكلم عن استيراد الحجر. هل ممكن تبينه من الخارج أو ممكن يكون موجود في ممكن يعني مناطق في البحرين؟ بصراحة من الاثنين يعني من هني ومن هني. فأكثر شيء وين ممكن تستوردينه يعني كشراء، يعني من وين تشترينه أكثر، من البحرين ولا؟ أكثر شيء من البحرين أخذه. أوكي، يعني متوفر ولكن متوفر صعوبته في اللون أكثر. صعوبته في اللون في الحجم. إيه. خلينا نتكلم يمكن أيضا عن دراستك. أعتقد دراستك بعيدة عن هذا المجال، فشلون اليوم ربطتي الدراسة والدراسة العملية دائما تكون شوي مختلفة عن الفن، فشلون ممكن وفقتي بين الشيئين؟ طبعا دراستي جدا بعيدة عن هاي المجال، مع اني كنت متفوقة بالجامعة وطلعت الأولى مع مرتبة الشرف على ثلاث دفعات، بس يمكن إصابة كتفي خلتني أبتعد عن مجال الرياضة وما أختاره كمشروع خاص فيني. ولأني من صغري أحب الأعمال اليدوية مثل الكروشيه، قررت أني أبدأ بعد بالكروشيه أول، بس حتى الكروشيه كان يسبب لي التهابات بعد مزمنة، لأن في شغل يعني أكثر من الحجر في باليد. فعشان كذي ابتعدت، ويعني الحمد لله أن الله وفقني في هاي المشروع اللي حسيت أنه هو يعني أقدر أني أبدع فيه ومناسب حق صحتي في نفس الوقت. صح، جميل. ممكن يعني سؤال يعني ما ذكرنا قبل شوي، اللي هو اليوم هذه اللوحة الفنية ايش كثر تستغرق وقت عمل لوقت طلب الزبون الى تسليمه؟ طبعا يعتمد، يعني في بداية شغلي كنت اخذ فترة اطول لما اني اسويها، بس تقريبا يعتمد من تقريبا من اسبوعين لشهرين اعطي الزبون هاي الفترة اني اسلمها الي. طبعا اذا كانت فكره خاصه اقدر اني خلال هاي الفتره اصور لهم الفكره الخاصه، يعطوني الفيدباك مالتهم، اعدل عليها ويستلمونها في الوقت اللي هم مثلا حددوه. حلو، لكن في يمكن اشياء جاهزه تباع بنفسها؟ اكيد اي نعم. يعني مثلا اللوحات اللي اوريدي معروضه في الحساب تكون جاهزه، اقدر اعرضها في اي وقت، اقدر ابيعها في اي وقت. يعني انا عندي خيارين، يا خيار اني اشتري في نفس الوقت او خيار ان انت مثلا طلب خاص فيك يحتاج اني انا اعدل عليه اسويه، فيحتاج وقت على ما يجهز. يعني اكيد خلينا نتكلم في ختام اللقاء اليوم، لابد ان في اشخاص تدعم هذا الجانب. يعني في جائحة كورونا البعض يمكن يقول لك لا ما بتمشي هذه الامور، مين بيشتري وتعرفين هذه الامور، فمين اللي قال لك لا واصلي في المشروع وممكن ينجح؟ طبعا الدعم الاكبر والاول لي هو زوجي، ما أنسى بعد فضل أمي وأبوي وفضل أهل زوجي اللي ساعدوني أني أواصل في هاي المشروع وعطوني الوقت أني أشتغل في هاي المشروع وأوصل للمكان اللي وصلت عليه اليوم. جميل، إن شاء الله المشروع يكبر ونشوفه برا مملكة البحرين. إن شاء الله. كل الشكر لك حبرة رحمة صاحبة هذا المشروع المميز اللي يمكن يعني فرصة أن نشوفه اليوم في البرنامج. الشرف لي على استضافتكم لي. شكرا. مشكور أخوي مودكاست. أيضا مشاهدينا راح نواصل معاكم باقي الفقرات، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد من بعد الفاصل. شهد بيبان وهو أول برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال في مملكة البحرين، يتم إنتاجه من قبل مشاريع الأمل. شهد انطلاقة المرحلة الأولى من معسكر التدريبي المكثف، وذلك خلال افتتاحية أقيمت بحضور سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل، واستضافت الافتتاحية عدد من رواد الأعمال اللي تم قبولهم في المشاركة بالبرنامج بمرحلته الأولية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع سعدنا أن يكون معنا خالد ريس مدير إدارة المشاريع. في البداية كده رحب فيك خالد، وسعدة بوجودك معنا الحديث عن هذا البرنامج اللي يمكن خذ أصداء جدا مميزة في النسخة الأولى. بالعكس شرف لنا وجودنا معكم أخوي عيسى، يعني بالعكس الدعوة لما جاتنا جدا كنا فخورين فيها. بالعكس هاي واحدة من الأشياء اللي نقدر نسويها، أقل أشياء اللي ممكن نقدر نسويها. ممكن نتكلم خالد أول شيء عن يمكن التوجيهات اللي صدرت من سمو الشيخ ناصر بن حمد واللي كانت خارطة الطريق بالنسبة لكم، فشلون
كانت هذه التوجيهات واللي على اثرها شفنا البرنامج في ارض الواقع. صحيح. في البدايه نتوجه بالشكر والتقدير لجلاله الملك المعظم ولي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولي سمو الشيخ ناصر على اهتمامهم الدائم بالشباب البحريني بشكل عام وبرياده الاعمال ورائد الاعمال البحريني بالاخص. سمو الشيخ ناصر بن حمد لطالما كان الداعم الاول للشباب البحريني. ولطالما كان يذكرنا ان الشباب البحريني معدنه من ذهب وانه هو كفو قدها. فتوجيهاته كانت جدا واضحه، رقم واحد دعم الشباب البحريني، ورقم اثنين تسليط الضوء على الانجازات والمنجزين. فعلى اثرها قلنا شنو اهم الاشياء اللي ممكن نقدر نسويها؟ وطلعنا واطلقنا برنامج فيبان اللي هو منصه تساعد رواد الاعمال البحرينيين انهم يوفرون فرصه الاستثمار. خلينا نتكلم خالد ممكن عن اهداف المعسكر يعني التدريبي والمراحل اللي راح تمر فيها هذه يعني الفتره. صح. الهدف الاساسي والاول هو شلون نقدر نضمن جاهزيه رائد الاعمال البحريني او رائد الاعمال انه هو يقدر يعرض مشروعه على المستثمرين. فهذا اساس البرنامج كامل واساس المعسكر. المراحل احنا نمر في المرحله الاولى، تم اختيار 100 شخص من اصل 200، ما شاء الله. ف200 قدموا، 100 شخص راحوا في المرحله الاولى مده اسبوعين راح يدرسون مشاريعهم اكثر. بعدها راح يتم اختيار 50 شخص يمرون في المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي وتكون مدة شهرين. جميل، يعني تحدي كبير للمشاركين انه يثبت روحه لان نص العدد راح يغادر المرحلة الثانية. 100% 100% يعني تحدي جدا كبير. الحلو اللي فيه اللي قاعد نشوفه ان الكل متحمس. الكل يبي يطور من مشروعه، الكل يبي يتعلم. ايضا في ورش وفي دورات يتم العمل عليها وتقديمها لل يعني المشاركين، فخلنا نتكلم اكثر في تفاصيل هذا الشيء. اكيد ما ننسى ان بحكم شنو الهدف الاساسي فثلاث محاور نركز عليها. المحور الاولي هو تطوير المشروع بحد ذاته. المحور الثاني هو تطوير خطط المشروع، شنو الخطه المستقبليه حق مشروعك للتوسع والنمو. بحكم ان احنا هدفنا الاول ان شلون يقدر هاي المشروع البحريني يطلع اقليميا وعالميا باذن الله. وثالث شغله واهم شغله تكون الخطط الماليه. أعطيك مثال، هذا الأسبوع قدم الأستاذ سيل القصيبي ورشة بعنوان ما يبحث عنه المستثمرون. الورشة جداً بسيطة، شنو اللي يحتاج المستثمر إذا أنت كنت تبي تقدم مشروعك له وتحصل بالمقابل أسهم في الشركة. خلينا نتكلم اليوم مع هذه الدورات وهذه الورش، شلون شفتوا الأصداء وردود الفعل بالنسبة للمشاركين؟ أكيد يعني في حماس وفي الكل يبي يثبت نفسه. يعني ريادة الأعمال بشكل عام أخوي عيسى ما تكون سهلة، لو كانت سهلة الكل بيقدر يسويها. فضل. فالشغف اللي تحصله عند رائد العمل شغف ما تحصله عند اي احد ثاني. فتشوف ان الكل قاعد يحط الجهد، الكل قاعد يحط الوقت. لا تنسى ان الفتره بتكون طويله، فتره مدتها تقريبا شهرين ونص. ففتره طويله لكن ايضا فيها صعوبات وفيها تحديات لازم الواحد يجتازه. صح. عشان يوصل لهذه المرحله. ممكن نتكلم عن اختيار اليوم رائد العمل، يعني مثل ما ذكرت مو كل واحد اليوم ممكن يوصل الى هذه المرحله لان هي فيها شغف، فيها تحدي. صح. فيها صبر، فيها امور كثيره عشان توصل اليوم تكون رائد عمل. فشنو المعايير بالنسبه لكم في اختيار رواد الاعمال؟ بالعكس، المعايير مو بس نستخدمها في برنامج بيبان ولكن مشاريع العمل بشكل عام. فتكون ثلاث معايير مرتبطه ببعض. صح. رقم واحد هي فكره المشروع وجاهزيته على ارض الواقع. لازم المشروع يكون على ارض الواقع، يكون واقعي. واقعي موجود. المشروع قائم، في زباين، في ايرادات، في ارباح. فهذه اول شغله نشوفها. ثاني شغله رائد العمل بحد ذاته. من غير رائد العمل ما بيكون المشروع موجود. فشغفه، حبه للتطور، حبه لتطوير مشروعه، هذا شيء لابد منه. والشغله الثالثه خطه التوسع والنمو لمشروعه. فهذه ثلاث معايير نمشي عليها بالنسبه لهذا الاختيار. لكن اليوم اذا متكلم كنت كلمت 200 شخص وهذا عدد مو بسهل يعني ان يشاركون فيه، خصوصا ان في ناس شاركت في النسخه الاولى وصلت المراحل ما اعتقد يتم قبولها مره ثانيه. هذه اول نقطه توضح لي اذا اي او لا. وبالنسبه للعرض شلون شفت الاقبال من اول ما فتحت باب التسجيل؟ مثل ما انت عارف الاقبال كان جدا كبير، يعني نقارن البرامج اللي طافت بالبرنامج دي شفنا ان عدد الاقبال كان جدا عالي. في 200 شخص قدموا، تم اختيار 100، ومن ال 100 راح نختار 50، وهاي ال 50 اللي بيعرضوا مشاريعهم. اللي نقدر نقوله انه في الاخير مثل ما ذكرت لك رياده الاعمال ما تكون سهله، فما اخفي عليك انه للاسف بنقول مو بالكل بيحصل هذه الفرصه ولكن 50. قصه وايد حلوه اذكرها لك، انه من الناس اللي قدموا العام خمسه منهم تم قبولهم هاي السنه، مع ان السنه اللي فاتت ما تم قبولهم. طور من نفسه ورجع. بالضبط، فما قال انا خلاص انا بوقف، اشتغل على روحه، طور مشروعه
وحصل الفرصه، خاصه انه شاف في عنده خبره بالضبط. وشاف وين وصلوا المشاركين في النسخه الاولى 100% 100%. جميل، يعني النسخه الاولى وارتباطها ونجاحها هي يمكن احد الدوافع اللي شفنا هذا العدد يشارك وهذه الافكار تزيد. صح صح، بالعكس يعني النسخه الاولى الانجازات اللي وصلنا لها في النسخه الاولى كانت يعني حتى ما كنا متوقعينها ان نوصلها. فلله الحمد هاي اللي اثر على نسبه الاستمارات اللي استلمناها، كم عدد الناس اللي قدموا، ونسبه كذلك الشراكات اللي قاعد نشوفها. جميل. بالنسبه للخطوات القادمه خالد، يعني شنو الخطوات القادمه بالنسبه لبيبان؟ فاليوم مثل ما قلت لك اخوي عيسى قاعد نمر في مرحله المعسكر التدريبي الاولى، بتمتد لمده اسبوعين، بعدها ناخذ اسبوعين ثانيين مرحله التقييم وتجارب الاداء. تجارب الاداء شيء جديد، فبنختار عشوائيا 30 الى 40 رائد عمل. هذين رواد الاعمال راح يمرون في مرحله تصويريه كنا برنامج تلفزيوني مصغر بشكل او اخر، يعرضون مشاريعهم على لجنه التحكيم للحصول على خلينا نقول ارائهم، يقيمون المشروع بشكل عام. من بعدها بدايه شهر يوليو ان شاء الله راح يمرون في المعسكر التدريبي الثاني والاخير مدته شهرين، وشهر سبتمبر يبتدي التصوير. جميل. ممكن خلال الاسبوعين اللي ممكن احنا قاعد شغلون معاهم، هل هو يكون العمل بشكل يومي ولا في ايام محدده في الاسبوعين هذه؟ الشغل شوي نقدر نقول الشغل مكثف، فنشتغل على كل يوم لازم يكون رائد الاعمال موجود. فهذا ايضا تحدي انه هو يوفر الوقت المناسب. صح. ويتميز في نفس الوقت 100% 100%. يعني اللي تشوفه انه مثل ما قلت لك رياده الاعمال مو سهله، فلازم رائد العمل يحط الوقت، يحط الجهد، وفي نفس الوقت يخصص الوقت انه هو يطور من مشروعه. فهذا اللي قاعد نشوفه من الأمية الموجودين. جميل. اليوم خلينا نتكلم عن القطاع الخاص خالد، وايضا تاثيره في منح الفرص بالنسبه لهذه المشاريع اللي تقدم عن طريق بيبان. شلون تشوفون هذا التعاون وهذه يمكن الرغبه اللي قاعدين نشوفها من خلال القطاع الخاص؟ يمكن واحده من الاشياء اللي تساعدنا اليوم ان احنا نسوي برنامج بيبان الموسم الثاني كان الشراكات اللي شفناها في الموسم الاول ونجاحها، التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام. الشراكات اخوي ما كانت بس شركات استثماريه ولكن شركات استراتيجيه. شركات مثل سيتي سنتر البحرين، شركه ماجد الفطيم، وفرت اماكن في المجمع نفسه حق رواد الاعمال اللي شاركوا في بيبان عشان يعرضون منتجاتهم. حلو. شركه مثل هواوي وفرت رحله مجانيه لمقرها في الصين للشباب ولرواد الاعمال اللي في القطاع التكنولوجي عشان يتعلمون شنو اغلب الاشياء اللي يقدرون يستفيدون منها ويطورون البزنس مالها. حلو. ناهيكنا الاستثمارات وصلت أكثر من مليون دولار ما شاء الله، وكانت في 5 شركات وكانت كلها شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. جميل. اليوم هذه الشراكة المجتمعية وتأثيرها بالنسبة لرواد الأعمال أعتقد يمكن وصلت لمرحلة من التطور والوعي أكثر من السنوات الماضية. صح. نتكلم عنها. فهذه كان واحدة من أهدافنا أمانة كبرنامج بيبان، نحن شلون نقدر نرسخ هذه العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهذه كذلك واحدة من أسباب نجاح البرنامج وشنو الإقبال اللي قاعدين من رواد الأعمال. تجارب رواد الأعمال يعني اللي خد لهم باع طويل وتأثيره على الشباب، يمكن ذكرت لك صيبي أيضا، يعني نشوف نجاحاته بشكل كبير. اليوم لما يعطي ورشة ولا يعطي محاضرة، شلون تشوفون هذا التأثير على رواد الأعمال اللي يمكن في بداية طريقهم؟ طبعا الخبرة جدا مهمة، لأن نجيب شخص من ذوي الخبرة ولا مرشد من ذوي الخبرة وايد مهم، لأن ريادة الأعمال عبارة يعني كان هي نفس العيلة فيتورثونها الأجيال. فأنا إذا تعلمت شيء ما أخليه حق نفسي، أخذ هذا الشيء وأحاول كثر ما أقدر أن أوصله لأكثر عدد من الناس وأكثر عدد من الشباب البحريني. فهاي اللي شفناه من الأستاذ السهيل القصيبي على سبيل المثال. يعني نتكلم عن نقل التجارب 100% ونقلها إلى الشاب، لأن الشاب يمكن ما مر في هذه التجارب، فاليوم لما أنت تفتح له باب ممكن هو يوقف معه. صح. هذه يخليه ينطلق أكثر، وهذه ممكن اليوم أحد الأسرار اللي قاعدين نشوفها من خلال هذا البرنامج. 100% أتفق معاك، لأن يعني أستاذ السهيل لما يقدم هذه الورشة يعني قطع أشواط طويلة، يعني بدال الشباب هذين يروحون ويدرسون شنو الطريقة الأفضل والمثلى علشان نقدم مشاريعنا، أستاذ السيل في خلال ساعة وصل لهم شنو بالضبط اللي يحتاجونه وشنو بالضبط اللي يحتاجون يركزون عليه. بالنسبة للورش والدورات، هل فيها تنوع ولا هي تمشي في سياق معين تحددونه؟ السياق واضح، يكون على 3 محاور. رقم 1 بتكون خطة تنمية المشروع بشكل أو آخر.
الشغلة الثانية الخطط المالية، هاي أشياء جدا مهمة لأي مستثمر. أن هي المال يخليك تستمر أو توقف عند المشروع. 100% أكيد. والشغلة الثالثة والأهم هي خطة النمو والتوسع. أخوي عيسى في الأخير همنا الأول والأخير أن الشاب البحريني ومشروعه يطلع إلى الخليج وإلى العالم بإذن الله. جميل. اليوم يعني حتى يتوسع برا على البحرين، هذه يمكن دائما كنا نسمعها من خلال المشاريع اللي تذكر، واللي أكيد فيها تمام اليوم من قيادة يمكن الشبابية أكثر من ما تكون يعني بالنسبة للقطاع الخاص. نتكلم اليوم من بعد اجتياز 50 مشارك، في 50 ممكن راح يخرجون، هل صح. هي راح تكون نقطة النهاية بالنسبة لهم أو في شيء ثاني ممكن يعني راح يحصلون عليه؟ ما نقول نقطة النهاية، نقول نقطة لبداية ثانية، لأن في الأخير واحدة من الأشياء اللي حرصنا عليها أن المرحلة الأولى يكون فيها وايد محاور تركز على تطوير المشروع. فاليوم مكسب لنا وجودهم 50 اللي ما راح يتم اختيارهم، ومكسب كذلك لهم وجودهم في المعسكر التدريبي. فما نقول نهاية الطريق، مثل ما ذكرت لك القصة أن في 5 من الناس اللي قدموا العام أو 6 هالسنة قدموا وحصلوا الفرصة. فما تدري باكر الأبواب تنفتح، فمن شي سمينا البرنامج بيبان، لأن البيبان يمكن تنفتح لك في أي وقت وأي مكان. خلينا نتكلم يمكن يعني اليوم مثل ما ذكرت الورشة هذه، هل هي كافية لرائد العمل اللي ممكن من 50 اللي ما بحال في الحظ أنه يواصل قادر أنه يطبق المشروع على أرض الواقع من خلال يمكن الأسبوعين المكثفين اللي ذكرناهم قبل شوي؟ صح. هل نقول هي كفاية؟ لا، ما في شيء اسمه كفاية. في الأخير ريادة العمل أنه أنا أواصل وأحاول كثر ما أقدر أنه أنا أطور مشروعي أنه هو يوصل لمرحلة الكل يقدر يتكلم عنه، مرحلة الكل يشوف إنجازات هذا المشروع. فنعم مو كافية، ولكن كذلك الجهد لازم يكون كذلك جاي من رائد العمل بنفسه. أكيد. وإذا ما حالف الحظ ممكن نشوفه في النسخة الثالثة ويشارك وأيضا يحصل على هذا الاهتمام. خالد الرئيس مدير إدارة مشاريع في مشاريع الأمل، شاكر لك على حضورك اليوم، وهذه يمكن يعني الشرح اللي يعني المشاهد يحب إنه يسمعه، وخصوصا اليوم لما نذكر قصص نجاح فهي تعطي فرصة وتعطي دافع حق اللي ودي يدش في هذا المجال وينخرط فيه. ما قصرته. يعطيكم العافية مشاهدينا، من خلال هذه الفقرة نكون وصلنا معاكم لنهاية ساعتنا من شمس البحرين. نشوفكم بكرة إن شاء الله، ولكن نذكركم بأن يمكنكم متابعة هذه الحلقة بالإضافة للبث المباشر وباقة البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين عبر التطبيقات الموجودة أسفل الشاشة. نشوفكم بكرة، مع السلامة.